جمعية دار البر تقدم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسعدني أن أجتمع وإياكم في هذا اليوم المبارك الثالث من شهر رمضان لعام 42 و400 في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من الشهر الرابع لعام 2021 للميلاد. أجتمع وإياكم في هذه السلسلة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها سلسلة مباركة بعنوان يطمئن قلبي. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله واعلم بأن الله على كل شيء قدير. سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما طلب من الله عز وجل أن يريه سبحانه وتعالى كيف يحيي الموتى، هذا ليس شكا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني لو كان هناك شك ما كان في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عند إبراهيم شك في ربه سبحانه وتعالى. إذن ما مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنفسه يثبت أنه آمن بأن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى، يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويدبر. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد قلبي إيمانا. فإن الإيمان على درجات، الإنسان حينما يؤمن بالشيء المغيب عنده يكون مؤمن، يعني إيماننا الآن بالجنة، إيماننا بالنار، إيماننا باليوم الآخر، هذا لا شك أنه إيمان حقيقي ومستقر في قلوبنا. لكن حينما نرى ذلك عيانا، حينما الله عز وجل يبعثنا يوم القيامة وننظر لساعات البعث ومواقف النشور والحساب، ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة وندخل الجنة، حينما يحصل ذلك ونكون من أهل الجنة وندخل الجنة ونرى أهل النار يدخلون النار، يزداد إيماننا إيمانا، لأنه انتقل من الإيمان بالغيب إلى الإيمان بالشهادة والمشاهدة. فليطمئن قلبي، أي ليزداد قلبي إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ويقينا بالله عز وجل، ويقينا بكلامه، ويقينا بوعد الله سبحانه وتعالى. فليطمئن قلبي لا تعني أن الإنسان يشك في الله عز وجل أو في دينه أو في وعد الله سبحانه وتعالى، بل المراد أنه مؤمن بالله عز وجل يريد أن يزداد إيمانا بالله وحده لا شريك له. أولى هذه الوقفات، أسأل الله عز وجل أن يجعل قلبي وقلبكم مطمئنا به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أن نعلم أن المتصرف في هذا الكون، المدبر في هذا الكون، والخالق لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، وأن من تدبيره سبحانه وتعالى لهذا الكون أن جعل الدعاء أعظم الأسباب لتغيير الأمور. الله عز وجل جعل الأسباب وجعل المسببات، فالدعاء من أعظم الأسباب لحصول كل ما يريده الإنسان. بعض الناس يظن أن الدعاء متعلق بالأمور السهلة البسيطة اليسيرة، والدعاء ينفع في كل شيء، بل بيّن الله عز وجل في كتابه وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء سبب لحصول كل مطلوب مهما كان صعبا، بل مهما كان مستبعدا. وقد ضرب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك الأمثلة العظيمة. فمن ذلك المصيبة التي حلت بنبي الله عز وجل يونس عليه الصلاة والسلام حينما خرج من قريته دون أن يستأذن ربه سبحانه وتعالى، فعاتبه الله عز وجل والتقمه الحوت. ماذا قال الله عز وجل؟ قال سبحانه: ف
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه. بماذا نجاه الله عز وجل؟ نجاه سبحانه وتعالى بالدعاء، بدعاء الله عز وجل. قال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا هذا الدعاء الذي اشتمل على توحيد الله عز وجل واعترافه بظلمه وخطئه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترافا بالذنب، اعترافا بالخطأ، فلما جمع في دعائه بين وحدانية الله عز وجل واستغفار الله والاعتراف بالذنب، نجاه الله عز وجل. من ماذا؟ نجاه من مصيبة لا يكاد يصدق إنسان أن أحدا ينجو منها. لذلك قال الله عز وجل: فنادى في الظلمات، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، كلها اجتمعت على يونس عليه الصلاة والسلام. هل اليوم يتصور أحد أن شخص ابتلعه الحوت وصار في بطن الحوت ثم يمكن أن ينجو؟ ومع ذلك نجى الله عز وجل نبيه يونس عليه الصلاة والسلام بدعائه. ومن ذلك أن الله عز وجل بيّن في كتابه قصة طالوت الملك الصالح مع أتباعه، ولما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا: كيف نقاتل هؤلاء وهم أكثر عددا وأقوى عدة؟ انظروا ما الذي حصل. قال الله عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الإيمان في القلب، لكن هذا الإيمان في القلب لابد له من ترجمة على الجوارح، وهو دعاء الله عز وجل والالتجاء إليه. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. انظروا إلى أهل التوحيد والإيمان حينما يجمعون بين إيمان القلب وعمل الجوارح، توحيد الله عز وجل بالدعاء. قال سبحانه: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. ما معنى أفرغ علينا صبرا؟ يعني صب علينا الصبر صبا، يعني كأن الصبر ماء يصبه الله عز وجل على عباده. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما الذي حدث؟ قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. قتل الله عز وجل جالوت ملك الكفار الطاغية المجرم، قتله بأحد المؤمنين وهو نبي الله عز وجل داود الذي صار نبيا من أنبياء الله سبحانه. وهذا يبين أن هذا الدعاء ينفع في كل موطن يخاف منه العبد ويخاف منه الإنسان. ومن ذلك مما بينه الله عز وجل أن هذا الدعاء ينفع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج خائفا مطلوبا من قوم فرعون يريدون قتله. خرج لما جاءه الرجل قال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، خرج مباشرة وفجأة دون استعداد للسفر. ولما ورد ماء مدين جاء إلى هذه البلدة التي فيها الرجل الصالح مع ابنتيه، ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. رأى الناس مجتمعين على مصدر الماء وجد امرأتين على جنب، قال: ما الذي جاء بكم بين هؤلاء الرجال؟ قالتا: إنا جئنا نسقي وعذرنا أن والدنا شيخ كبير لا يستطيع، ولا نريد أن نختلط مع الرجال، ننتظر حتى ينتهي الرجال ثم نسقي.
ماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. تولى إلى الظل ما عنده شيء من مقومات الحياة، حتى ذكر بعض أهل التفسير أن موسى بلغ به الجوع أن حتى صار ترى أحشاؤه من وراء جلد بطنه من شدة جوعه عليه الصلاة والسلام. فتوجه إلى ربه، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تصوروا موسى تلك اللحظة عليه الصلاة والسلام، لا مال، لا وظيفة، لا طعام، لا شراب، لا زوجة، لا ولد، لا مسكن، يعني مفتقر فقير من كل جهة. لذلك قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج لكل شيء ولأي شيء من عندك يا رب العالمين. هذا الدعاء فتح الله عز وجل له باب السماء. انظروا كيف انقلبت حياة موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل فجاءته إحداهما مباشرة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جاءه ماذا؟ المال. تعال أبوي بيعطيك مال مقابل إيش؟ مقابل السقيا التي سقيتها. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. أمنه، كان خايف وأعطاه الأمان، قال أنت الآن في أماني وفي جواري ولا تخاف ونجوت من القوم الظالمين. ماذا قالت إحدى المرأتين؟ قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. انظروا ماذا قال، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. جاء المال والأمان والزوجة والوظيفة والسكن، ويتبع ذلك الأكل والشرب والعيال، كل ذلك أيها الإخوة والأخوات بماذا؟ بدعوة. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه دعوة لكل مسلم ومسلمة يجد شدة في عيشه، فقر، ديون، حاجة، أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يسأل الله سبحانه وتعالى، أن يفتقر إلى الله عز وجل. فإن الإنسان إذا افتقر إلى الله أغنى، وإذا افتقر إلى المخلوق ازداد فقرا والعياذ بالله. ومما ذكره الله في كتابه سبحانه وتعالى ليبين لنا عظيم أثر هذا الدعاء وكيف يغير الحال ويغير الأحوال. زكريا عليه الصلاة والسلام كان نبيا وكان شيخا كبيرا في السن، وكانت زوجته فوق ذلك عاقرة، وكان يسأل الله عز وجل ويطلب الله عز وجل الولد. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ماذا قال الله عز وجل؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعون الله عز وجل خوفا وطمعا، خوفا من الله ومن عذابه، وطمعا في رحمته وعطائه سبحانه وتعالى. قال سبحانه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لاحظوا كثير من الآباء والأمهات يغفلون عن أن يضيفوا في طلب الولد، أن يضيفوا إلى ذلك صلاحه، أن يطلبوا صلاحه وهدايته واستقامته. قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ما قال ذرية وسكت، قال ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لا إله إلا الله. صورتم بدعوة جاء الله عز وجل بيحيى وجعله نبيا من الصالحين. اليوم اللي يجد من أولاده شيء من التقصير أو شيء من العقوق أو شيء من التعب في تربية أولاده يدعو بهذا الدعاء،
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل ذريتي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما يلبث إلا أن يرى أثر ذلك في صلاح أولاده واستقامتهم وهدايتهم. ومما بينه الله عز وجل في كتابه لبيان أثر الدعاء وأنه يغير من حال إلى حال، أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بالمرض كما جاء في بعض الحديث ما يقارب من 15 سنة عليه الصلاة والسلام، حتى إن أهل قريته لأنه أصيب بمرض عضال ومعدي أخرجوه من القرية عليه الصلاة والسلام، وفقد ماله وفقد زوجاته وأولاده، وما عاد بقي من عنده إلا زوجة من زوجاته. ويوم من الأيام خرجت لأجل أن تكتسب وتأتي بشيء لتطعم زوجها هذا المريض المقعد. فماذا قال أيوب وهو يفتقر إلى الله عز وجل ويظهر الفقر لله عز وجل؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ماذا قال الله عز وجل؟ فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. يعني الله عز وجل عوض عن كل ما فقده الضعف في أهله وفي ماله عليه الصلاة والسلام، حتى إن زوجته لما جاءته قال الله عز وجل اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. لما الله عز وجل استجاب هذا الدعاء أمره أن يضرب الأرض برجله، وأمره حينما نبع الماء أن يشرب منه وأن يغتسل، فلما شرب واغتسل رجع مثل ما كان. فلما جاءت زوجته إلى مكانه وجدت هذا الرجل الذي قد وقف وهو معافى صحيح فما عرفته، قالت يا عبد الله أما رأيت هذا النبي المبتلى؟ ثم تأملته ونظرت فيه وقالت فوالله ما رأيت أحدا أشبه به منك لما كان صحيحا. تقول ما أذكر في أحد يشبه، وما رأيت أحد يشبه مثل ما يشبهك لما كان صحيحا معافى. فماذا قال أيوب عليه الصلاة والسلام؟ قال أما إني هو قد عافاني الله وشفاني. بماذا؟ بدعوة ربي إني مسني الضر وأنت أرحم، ربي إني مسني الشيطان بنصبه وعذابه. انظروا الافتقار إلى الله عز وجل كيف يغير الحال من مرض مستعصي وفقر وفقدان الأهل، إن الله عز وجل قلب حاله من حال إلى حال ورجعه إلى ما كان عليه بل أحسن مما كان عليه. فلا يأسى مع الدعاء، لا يأسى مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الشيء الكثير الذي لا يكاد أن يعد ولا يحصى، فمن ذلك ما رواه عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضا وجدته منذ أسلمت، يعني منذ أن دخل في الإسلام أصيب بمرض في جسمه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك، موضع الألم الصدر أو الرأس أو البطن أو أي موضع كان، ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله، يعني 3 مرات، ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ما معنى أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر؟ يعني الاستعاذة هي الالتجاء، يعني أطلب وألتجئ إلى الله أن يحميني بقدرته سبحانه وتعالى من هذا المرض ومن تطوره في المستقبل. الآن الأمراض منها ما يكون مستقر ومنها ما يكون متطورا والعياذ بالله. ف
فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عثمان إلى أن يقول: أعوذ بالله وقدرته، ألتجئ إلى الله وأطلب من الله أن يحميني بقدرته من هذا المرض ومن تطوره في المستقبل. قل بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعيد، اكتبوها يا إخواني وأخواتي، هذا من أعظم وأنفع الأدوية والأدعية. بسم الله ثلاثا، يعني يقول الإنسان بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كم مرة؟ 7 مرات. قال عثمان: فقلتها فأذهب الله عني ما كنت أجد. لا إله إلا الله، يقولها بقلب المؤمن المطمئن الواثق بالله عز وجل. فقلتها فأذهب الله عني ما كنت أجد، فما زلت أعلمها أهلي ومن عرفت منذ أن علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: صرت كلما قابلت أحدا أعلمه هذا الدعاء، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. من شدة فرحه رضي الله عنها بهذا الدعاء وهذه الكلمات، صار يعلمها كل شخص يقابل، يقول: تعال عندي لك ماذا؟ عندي لك شيء عظيم، عندي لك هدية وأعلمك إياها. ما هي؟ إذا أصبت بمرض فضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. هذه دعوة لمن؟ دعوة لكل مبتلى بالمرض أن يتوجه إلى الله عز وجل. بماذا؟ بالتوحيد، بالدعاء، لأن الدعاء من توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله عز وجل أنه بدعائه وحده لا شريك له، بتوحيده يذهب عنا كل خوف ويحصل لنا كل أمان وتزول عنا كل فتنة. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وجاءوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ يعني ظنوا أن الآية متعلقة بالذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فصار معنى الآية: الذين آمنوا، الذين وحدوا الله، دعوا الله، استغاثوا بالله، التجأوا إلى الله، خافوا الله عز وجل، أحبوا الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا هذا بشرك، لم يستغيثوا بغير الله، لم يلتجوا إلى غير الله سبحانه وتعالى، أولئك لهم الأمن، يحصل لهم الأمن من كل ما يخافون. تخاف من الفقر، من المرض، من الأعداء، من الجن، من الإنس، من أي شيء، حتى من ذنوبك. إذا خفت من ذنوبك توجه إلى الله عز وجل، أولئك لهم الأمن، يؤمنهم الله من كل ما يخافون وهم مهتدون، ويهديهم الله عز وجل من كل فتنة وضلال. فمن أراد أن يتغير حاله، من أراد أن يطمئن الاطمئنان التام الكامل، فليثق بالله عز وجل وليتوجه إلى الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من؟ هذا وعد الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. إذا توجه إليه العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من العبد أن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني بدون استجابة. فالله عز وجل حي كريم قريب، يستحي من عبده أن يرده إذا صدق في دعائه وجمع في دعائه أسباب الإجابة. فما أسباب الإجابة وما موانع الإجابة؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، ليطمئن قلبي ولتطمئن قلوبنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن
يرزقنا اليقين في قلوبنا، وأن يرزقنا الطمأنينة في قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه أن يجعلنا من عباده الداعين له المستغيثين به، ونسأله سبحانه وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء، وأنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يعطيهما من يشاء ويمنعهما ممن يشاء، أن يرحمنا رحمة تغنينا برحمته عمن سواه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.